أحد أكابر أعلامنا يقول كل رواية صحيحة لا بد أن تجد عليها شاهد من القرآن، إلا أن المفسرين والمحققين قاصرون عن ذلك، ولكن يوجد كل رواية صحيحة يوجد عليها شاهد عدل من القرآن الكريم. قوله عليه السلام بأفضلية الولاية لأن الولي هو الدليل، لأن الولي هو المفتاح، هل لها شاهد في القرآن؟ أقول نعم، شاهدها في القرآن آية غدير خوم، وهذه آية مظلومة في البحر، خصوصا في قوله تعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. أنتم راجعوا المفسرين، كل المفسرين، أغلب المفسرين يقولون هذا تهديد للنبي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. أنا أقول لا نحتاج أن نقول هذا تهديد، وإنما نقول هذا إرشاد إلهي لحكم العقل. كيف؟ يعني الرواية تشتمل على برهان عقلي، فإن لم تفعل فما بلغت. ما هو البرهان العقلي؟ لا يريد أن يقول له ها إن لم تفعل أنت لم تبلغ، لا يريد أن يقول له، العقل القطعي يقول لك إذا بلغت كل الشريعة ثم لم تعين وصيا ثم لم توصي فأنت قد نقضت ماذا؟ نقضت كل رسالتك، كل ما بلغته نقضته لعدم الوصايا، لعدم تعيين الولي والوالي. لماذا؟ لأنه إذا جعلت قانونا شريعة بلا والي بلا ولاية، هذا معنى أن البشر ستعبث بها، يعني تكون رسالتك بلا غاية بلا نتيجة. إذن العقل يقول، التفتوا، هناك اختلاف بين المفسرين من السنة والشيعة، وإلا فإن لم تفعل فما بلغت، ماذا يبلغ؟ ماذا حتى يكون قد بلغ؟ كثير منهم قال حكم فقهي جزئي، إذا لم يبلغه لم يبلغ الرسالة. العقل يقول هذا خطأ، يعني أنت إذا كان هناك 100 تكليف وبلغ المبلغ 99 من هذه التكاليف ولم يبلغ واحدا، تقول له لم تبلغ أو تقول له تبليغك ناقص؟ ماذا؟ تبليغك ناقص. لكن إذا بلغ 100 تكليف إلا أنه لم يجعل حافظ لهذه التكاليف، لم يجعل قيما على هذه هنا تقول له بلاغك تبليغك كلا تبليغ. إذن العقل يقول لنا أن الشيء الذي إذا لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبلغ هو أمر عقائدي، هي الولاية الحافظة للتكاليف، وليس أمرا فقهيا جزئيا.